السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجليش. دي الحلقة رقم 12 من كورس البرنانسيشن، وده كورس بنتعلم فيه النطق الأمريكان، وده هيفيدنا كتير لو أنا بسمع أي حاجة إنجليش عشان أقدر أفهمها بسهولة، وهيفيدني برضو عشان لما أجي أتكلم الناس تقدر تفهمني بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الهيلتي. قبل ما نبدأ بس في ملحوظة صغيرة، في بعض الأصوات في الإنجليش لازم تقولها زي التي اتش والبي مثلا في الحلقات اللي فاتت، دي أصوات لو ما قلتهاش هتبقى بتقولها غلط والناس ممكن تفهم معنى تاني خالص. وفي بعض الأصوات التانية هي مهمة جدا وهتسمعها كتير جدا بس مش شرط ومش واجب عليك ان انت تقولهم، زي التي الهالتي او انواع التي تانية اللي هناخدها ان شاء الله حياتك الجاية، فده هيفيدنا جامد جدا في ان انا اقدر اسمع وافهم اللي قدامي. فاتليست لو انت مش عايز تستفيد بيها ان انت تتكلمها، مهمة جدا ان انت تعرفها عشان تقدر تفهم اللي قدامك. الفيديو ده هيبقى متقسم اربع حاجات كالعادة، اول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة بنقدر نعرف القاعدة بتاعتنا امتى استخدمها وازاي اقدر استخدمها، ورابع حاجة باخد امثلة عليها في كلمات وجمل كتير عشان اقدر بقى استعملها لما اجي اتكلم بقى على ارض الواقع. يلا بينا نبدا. واول حاجه معانا اللي هو النطق الغلط، It's not that hot tonight. It's not that hot tonight. It was at work. Can't go. Outside. Nightmare. Lately. Mountain. Written. تاني حاجة معانا وهي النطق الصح، I might not do that. It was. Can't go. At work. Outside. Nightmare. Lately. Mountain. Written. طيب التي هنا باختصار زي ما لاحظتوا كده انا زي تقريبا بنطقها زي همزه كده، عارفين الهمزه اللي هي أ بالعربي، همزه هي بالظبط كده. فبدل ما بقول مثلا I might not do that فبقول I might not do that، فبنطقها هنا زي اللي هي الايه الهمزه كده اللي احنا عارفينها في العربي أ أ أ. طيب السؤال هنا، يعني انا اي تي هشوفها او منطقها كده؟ لا طبعا، ليها حالات معينه وهما حالتين. اول حاله لما تلاقي التي موجوده في اخر الكلمه، زي I might not that. فلما قيتها هنا في اخر الكلمه نطقتها كانها همزه. تاني حاله لما بلاقي حرف التي بعده حرف كونسونانت، عندنا الحروف اللي هم الكونسونانتس وعندنا الفاولز، الفاولز اللي هم الاي والاي والاو والاي واليو والكونسونانتس اللي هم بقيه الحروف كلهم. فلما بلاقي التي بعديها اي حرف من الكونسونانتس دول اللي هم ام ان بي الحروف دي كلها، بقولها على سنية همزه، زي it was. Can't go. At work. فهنا لما التي جت بعديها حرف كونسونانت انا هنا بطقطها على سنية همزه، زي برضو outside، زي nightmare، زي lately. في المثال هنا هتقولي ان هو بعد التي في اي، بس هو واقع يعني احنا هنا مش بننطق الاي، فاحنا يعني هعتبر ان الحرف اللي بعد التي على طول هو ال، والال كونسونانت، فانا هنا بقول لقلي. هنا مش الايه مش موجوده ان انا مش بنطقها. برضو لما بلاقي حرف التي بعده الان اللي هو برضو واحد من الكونسونانتس، فهو يعتبر واحد من الكونسونانتس، برضو تي بعديها ان، بقولها برضو زي همزه، زي written. زي mountain. وخلوا بالكم برضو انا هنا بتكلم على التي بعديها حرف الان، لو في ما بينهم حاجه مش بتتنطق فبعتبرها مش موجوده. رابع حاجه تعالوا ناخد بقى بعض الامثله عشان نفهم الموضوع اكتر والموضوع يثبت معانا اكتر. الحاله الاولى معانا لما بلاقي التي موجوده في اخر الكلمه، فبقول rubber. stay. budget. ما cat. طيب تاني قاعدة معانا، ولما بلاقي تي بعديها consonant أو حرف ساكن مش متحرك، فبقول it was. might do. can't go. at work. did it like. won't need. eight weeks. budget cut. outside. nightmare. atmosphere. Atlanta. تعالوا ناخد بعض الامثله لبعض الجمل. I might not do that
I might not do that. I might not do that. It's not that great. It's not that great. It's not that great. What? That can't be right. What? That can't be right. فهنا التي ببساطة انت بتنطقها زي همزة كده بس بتوقف الكلمة او ممكن ببساطة انك توقف لو هي مثلا الكلمة في اخر الجملة ممكن توقف عند الكلمة ممكن ما تقولش night ممكن تقول night night او ممكن تقول night 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 يعني ما تنطقش التي بشكل كامل. He built that website last night. He built that website last night. طيب بعض الامثلة برضو لما التي تبقى موجودة قبل الكونسنانت اللي هو ان فبقول certain 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 gotten 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 lighten 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 written 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 forgotten forgotten forgotten. تعالوا ناخد بقى بعض الأمثلة لبعض الجمل. He has eaten the rotten food. He has eaten the rotten food. He has eaten the rotten food. I am certain that it was written in Britain. I'm certain that it was written in Britain. I am certain that it was written in Britain. I have already forgotten the sentence. I've already forgotten the sentence. I've already forgotten the sentence. فزي ما انتوا لاحظتوا هنا T sound بنطقه زي همزة او ممكن ما انطقوش همزة بس ممكن انطقه اللي هو يعني ما اقولوش T كاملة يعني ما طلعش هوا من بقي. عايزك بس تلاحظ حاجة ملحوظة صغيرة جدا كده ان هو انت ساعات لما تيجي تسمع افلام او كده هتلاقيهم كتير جدا بيستخدموها وبعض الاحيان برضو هتلاقيهم مش بيستخدموها. دي كانت حلقتنا النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا وما تنسوش تشوف الحلقات اللي فاتت اللي طلعوا على القناة. لو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتس. لو في اي مواضيع معينة عايزين نتكلم فيها اكتبهولي في الكومنتس وهتكلم عليها ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكوا وباي باي.